كليجة عراقية على أصول أصولها، شوفوا ما شاء الله على هاللون بيفتح النفس. يا هيك الكليجة يا أما بلا، بكيلو طحين عملت لكم ثلاث أشكال وثلاث صحون. شوف ما شاء الله الطراوة بتاخذ العقل، بسم الله. هي صح سخنة بس لحدوقها مشانكم. هاي بالقلب. اليوم بدنا نعمل الكليجة العراقية على مود العيد مالتنا يكمل. وصفة طلبتوها كتير بعد ما ساوينا وصفة المعمول ونشحت معكم 100%. هي قريبة لوصفة المعمول بس فيها اختلافات بسيطة. هلا خلونا نسمي بالله ونبلش بالمقادير مع بعض. طبعا مثل العادة اهم شيء النظافة بهي الوصفات. ليش؟ لانه نحن بدنا نشتغل بايدينا، فالافضل نلبس كفوف وقت بدنا نشتغل. هلا انا رح اعمل عيار صغير، رح ساوي كيلو طحين، انتو اذا حبيتوا زودوا الكمية قد ما بدكم. بدكم تسألوني كيلو الطحين كم كاسة بيطلع، هلا بعير لكم اياه. انا عم بشتغل بهي الكاسة، بسم الله. هلا تقريبا بيطلع كيلو الطحين 10 كاسات من هي الكاسة. مثل ما قلت لكم طلع كيلو الطحين 10 كاسات من هي الكاسة. وكمان شغلة مهمة بالنسبة لنوع الطحين، اي نوع طحين بيشتغل بس المهم يكون نخب اول لحتى يطلع معكم المعمول او الكليجة 100%. هلا فضينا 10 كاسات طحين، بدنا ننزل عليهم الدهن. لكل كيلو طحين بدنا نص كيلو دهن. بهي الوصفة فينا نستخدم الزبدة، ما في اي مشكلة، بس انا عم بستخدم السمنة. لكيلو طحين بدي فضي نص كيلو سمنة، بسم الله. ووزن السمنة بالكاسة بيطلعوا تقريبا كاستين ونص من نفس الكاسة تبع الطحين. اهم شيء نشتغل اول باول، يعني مننزل السمنه مندوبها بالطحين وبعدين مننزل عليها باقي المكونات. ومثل ما قلت لكم فيكم تشتغلوا بالزبده وبالسمنه مع بعض، ما في اي مشكله. المهم لكل كيلو طحين بدنا نص كيلو من الدهن. سالتوني بفيديو المعمول انه المعمول عم يشقق معكم. كمان في شغله كتير مهمه بالنسبه للسمنه، ما بدي ادوبها على الغاز ونزلها حاميه، لا مننزلها مثل ما انا اشتغلت افضل واضمن. وشوفوا شلون قوام الطحين مع السمنه، هيك بدي اياه يطلع معكم. بس صار معنا القوام بهذا الشكل معناته اموره 100%. هلا بدنا ننزل على النواشف ظرف فانيلا. ظرف الفانيلا بيطلع تقريبا معلقه كبيره. واساس القلاجه العراقيه هو الهيل المطحون، وكل ما كان اصلي بناكل قلاجه على اصولها. بدي معلقه كبيره من الهيل المطحون، بسم الله. وهلا بنحرك النواشف كلها مع بعضها. هلا طبقنا النواشف بدنا نطبق السوائل. لكيلو طحين بدي 3 معالق كبار من السكر، السكر هو اللي بيعطينا اللون الذهبي بعد الشوي، بسم الله. هي واحد وهي اثنين وهي ثلاثة. وبدنا نفضي نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وبنفس الكاسة بدي فضي كاستين من الحليب، فينا نحط مي بس الحليب بيعطيها دسامة وبتطلع أطيب وعلى أصولها. كاستين حليب بكفوا وزيادة، بسم الله. انا عم بعطيكم العيار الصح وبتطلع معكم 100%. يفضل الحليب يكون بارد، ولازم السكر والخميره ندوبهم 100%. وهلا بننزل السوائل على النواشف وبنعجن، بسم الله. هذا العيار بيطلع معكم راس بعب، يعني ما شاء الله بلشت الروائح تطلع قبل بوقت. هلا شو رح نساوي؟ رح نغطي العجين نص ساعة لحتى يختمر 100% وبعدين بنشتغل فيه. هلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نجهز الحشوات. في عندي حشوة الراحة ما بدها أي شيء بس بدنا نشتغل فيها. وفي عندي العجوة، لكل نص كيلو عجوة بدي معلقتين كبار من السمنة، والسمنة لازم تكون ظريفة. طبعا شو وظيفة السمنة؟ بتطري العجوة وبتعطيها نكهة وما بتخليها تقسى بعد الشوي. معلقتين كبار بكفوا وزيادة. وبدي احط لهم براس المعلقه قرفه مطحونه، بتعطي طعمه بتاخذ العقل ولا ابسط من هيك. وهلا بدنا ندعك العجوه تبعنا. هيك عجينتنا 100%. هيك بدي يطلع ملمسه معكم لحتى ما تقسى بعد الشوي، وبعد فتره ما تقسى معكم العجوه. هلا شو بنعمل؟ باخذها قسمين وبقطعها على حسب القالب يلي بدي اشتغل فيه. شايفين؟ ولا ابسط من هيك. وهلا من دعمه ما بتاخد معكم 5 دقائق شغل. رح ساوي لكم طريقتين، واحدة بقالب وواحدة من دون قالب للناس اللي ما عندها قالب لحتى ما تتعذب وتساوي الكليجة. بس بدنا شوي من العجوة وبدنا نفردها على نايلو، شايفين بهذا الشكل. بنحطها وبنفردها بايدنا، بس اهم شيء تكون بحجم واحد وسماكة واحدة. هلا بنحط كمان كيس نايلو تاني وبنحاول نكبسها بايدنا.
هلا بعد ما نفردها بهذا الشكل بالشوبك بدي اعطيها حجم واحد وارتفاع واحد، ولا ابسط من هيك ولا اسهل من هيك. هاي السماكة 100% هيك بدي اياها تطلع معكم. هلا شو رح نساوي؟ بنحط العجوة على جنب وبنبلش شغل بالعجين. تركت العجين 3 ساعة يرتاح معي، ما بدي اكثر من هيك. وكمان بدي اعطيكم ملاحظة تانية، بنقطع العجين كله وبعدين بنشتغل اول باول لحتى القالب ما يختمر وتروح الرسمة تبعه، وانا بدي اشتغل بقالب المعمول اللي ساوينا فيه الفيديو الماضي. هلا شو رح ساوي؟ باخذ قطعة وباخذ قياس القالب يلي عندي وبشتغل على هذا الاساس. هلا منقطع كل الكمية وبعدين بنحشيها مع بعض. شايفين ما شاء الله قوام العجين 100% هيك بدي اياه يطلع معكم. وبس ناخد كل القطع بدنا ندقهم، ما بياخد معكم وقت ابدا، اهم شيء العيار يكون 100%. قربوا شوفوا شلون، شايفين ما شاء الله قوام العجين 100%. بناخد العجوة ومنحطها بقلبها وبدنا نسكر، ما بدنا العجوة تطلع لبرا، لازم نسكر 100%، والحجم تبع العجوة لازم يكون قد العجين. هلا بعد ما نسكر منحطها بالقالب وبنعطيها كبسة، أهم شي نكبسها منيح لحتى ناخد الرسمة الصح. دقة واحدة بيطلع القرص 100%. منحطها بالقالب وبنعطيها كبسة، ما بتعذبنا أبدا، شايفين ما شاء الله قوام العجين 100%. بنعمل دقة بسيطة هيك للقالب، بسم الله، دقة واحدة بيطلع معنا. شوفوا ما شاء الله الرسمة أكثر من ذهب. وهي اول صينية صارت جاهزة عنا، والفرن شغال فوق وتحت على حرارة 200. بدنا نخبز الصينية بالدرجة الوسط، وعندي هون معلقتين حليب، معلقة سكر، وصفار بيضة، وشوية فانيلا لحتى نروح زناخة البيض. هلا منحركهم 100% ومندهن القالب تبعنا. طبعا هذا الخليط لحتى يعطينا اللون الذهبي بعد الشوي. دهنة هيك بسيطة على الخفيف ومننزلهم على الفرن. الراحة بدنا نعملها على شكل المروحة، معروفة بالعراق وشغلتها كتير سهلة وبسيطة. بناخد حبة الراحة منحطها بقلب العجين ومنسكر عليها، شايفين ولا أبسط من هيك. يا هيك الكليجة يا أما بلا، والله مناظر بتاخد العقل. هلا بنعملها كبسة بإيدنا هيك بتطلع جاهزة معنا، وبالمقص بدنا نقصها. هلا منحطها بالصينية ومندهنها كمان بالخليط اللي ساويناه، واهم شيء الشوكه لحتى ما تنفش معنا بالفرن، ولا ابسط من هيك. وهلا بدنا نعمل الشكل الثالث من العجوه، ولا ابسط من هيك، ومثل ما وعدتكم بدنا نساويها من دون القالب. شو بدنا نعمل؟ هلا بنحط العجين على الطاوله وبنحاول نعطيها نفس الشكل اللي اعطيناه للعجوه الكبيره، بسم الله، شايفين بهذا الشكل. وبدنا نحاول نخليها سماكة واحدة، ولا تخلوا العجين سميك كتير لحتى يستوي بالفرن، ولا أبسط من هيك. بس كنا عاجنين العجين 100%، ما بتعذبنا وما بتشقق معنا. وهلا بدنا ننزل عجوتنا على قد العجين اللي رقيناها، قربوا شوفوا شلون، ولا أبسط من هيك. هلا هذا العجين الزايد بدنا نقيمه، ماله شغل. ولا بدنا نعطيها شكل مستطيل، يعني بنقلبها قلبة والتانية، ما بدنا أكثر من هيك لحتى ما تطلع سميكة، شايفين هذا الحجم 100%. هلا بعمل لها كبسة ومنقطع. هذا الحجم 100%. وهلا بنعمل القطعة الثانية، شايفين ما شاء الله قوام العجين أكثر من ذهب. طلع معنا رولين من العجوة، هذا الشكل بيطلع معكم 100%. هلا شلون بدنا نقطعها؟ شوفوا شلون. هلا هذا الطرف فاضي، شو بدي ساوي؟ بدي قيمه، ماله شغل لحتى ما تطلع معنا فاضية. وهلا منسمي بالله ومنقطعها مثلثات. هذا أبسط شكل ممكن تعملوه وبيطلع معكم أكثر من ذهب. شايفين ما شاء الله على هالمنظر والحشوة بياخذوا العقل. وهيك الصينية الثالثة صارت جاهزة معنا. هلا شو بدنا نساوي؟ مثل العادة بدنا ندهنهم 100% لحتى ياخذوا اللون الذهبي. شايفين ما شاء الله ولا أبسط من هيك، بتعملوا أطيب كليجة عراقية على أصولها بالبيت وبتدعوا له للشيف علي. أهم شيء ندهنهم 100%.
هاي الصينية حابب دللها، شو رح نساوي فيها؟ رح نزينها بالسمسم. بسم الله، شايفين بكل سهولة، بس منحط ايدنا هيك على الحبة ومنحط لها السمسم، هيك بيطلع موديلها 100%. وهيك اخواتي كليجتنا اخذت معنا ساعة واحدة بكيلو طحين، عملنا 3 اشكال وريحتهم بتغوب القلب. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر يلي بياخد العقل، والحشوة 100%، يا هيك الرسمة يا اما بلا. وهي حشوة الراحة كمان ما شاء الله طالعين بياخدوا العقل، بس خلوني ورجيكم ياهن من جوا. شوفوا ما شاء الله الحشوة واللون 100%، وهدول القطع الصغار شوفوا ما شاء الله الطراوة بتاخد العقل. بسم الله، هي صح سخنة بس لحدوقة مشانكم. يا هيك الكليجة يا اما بلا، طالعة اكتر من ذهب. وهيك اخواتي خلصنا الوصفة تبعنا، ومثل العادة اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضبطونا وضعه بلايك. كان معكم الشيف علي، وثلاث صحون كليجة اكتر من ذهب. تحياتي لكم اخواتي بالعراق، ضروري تكتبولي رأيكم بالفيديو. تحياتي لكم.